يستخدمه السياسيون. ماذا يعني مصطلح جمهورية الموز؟ عندما يحتاج أحد السياسيين انتقاد الأوضاع في بلاد ما، فإنه يصفها في الغالب بمصطلح جمهورية الموز. وعندما يحتاج أحد السياسيين التأكيد على سياسة دولة القانون في بلاده، يقول: لسنا من جمهورية الموز. وبذلك نجد أن المصطلح منتشر في الأوساط السياسية، لكن معناه غير متداول ولا مألوف في الأوساط العامة. فما هي جمهورية الموز؟ جمهورية الموز هو مصطلح يطلق للانتقاص من دولة غير مستقرة سياسيا واقتصاديا، ويستخدم هذا المصطلح غالبا بطريقة ساخرة لوصف حكومات بعض البلدان في أمريكا الوسطى ومنطقة بحر الكاريبي، وأحيانا يشير إلى دول في أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا. وصاغ المصطلح في بادئ الأمر الكاتب الأمريكي أوليفر هنري للإشارة إلى هندوراس في كتابه الملفوف والملوك، الذي صدر سنة 1904، وهو مجموعة قصص قصيرة تجري أحداثها في أمريكا الوسطى، ليطلق على الحكومات الدكتاتورية التي تسمح ببناء مستعمرات زراعية شاسعة على أراضيها مقابل المال جمهورية الموز. ففي كتابه يحكي أوليفر هنري كيف أن شركات الفاكهة الأمريكية كانت تمارس نفوذا غير عادي على سياسات هندوراس وفقا لمجلة الإيكونوميست البريطانية. فبحلول نهاية القرن التاسع عشر سئم الأمريكيون من محاولة زراعة الفاكهة في بلدهم البارد، فانتقلت شركات الفاكهة الأمريكية العملاقة إلى هندوراس، وشيدوا الطرق والموانئ والسكك الحديدية مقابل الأرض لزراعة الفاكهة التي تحتاج أجواء حارة وخصوصا الموز. ثم قامت هذه الشركات بدعم انقلاب ضد حكومة هندوراس، وساهموا في تنصيب رئيس آخر حليف لهم. ومن هنا جاء المعنى الحقيقي لجمهورية الموز، وهي دولة تتدخل فيها الشركات الأجنبية في توجيه سياسات الحكومة، ويكون قائدها منساقا لقوى خارجية.